طب خلينا يا جماعه يعني نروح طبعا للزميل العزيز احد رموز العاب الميه في النادي الاهلي بل في مصر كلها، كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن وائل. يا باشمهندس انت اللي حضرتك رمز، احنا ناس يعني نخدم النادي الاهلي ونبقى لينا الشرف ان احنا اولا في النادي الاهلي ولينا الشرف ان احنا مع حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن بجد، والله انا ببقى سعيد جدا لما بسمع يعني اسم حضرتك في الاير بيس وان حضرتك معانا، انا بسعد جدا والف مليون مبروك على الانجاز الجديد والانجاز الكبير ده. وكلمني على الانجاز ده يا كابتن، يعني ندي للبنات دول ايه عملوا ايه وايه الانجاز ده؟ والله البنات دول يعني تعبوا جدا، واحنا بنتكلم من 6 شهور وشغل الصبح وبعد الظهر وطول اليوم، وانا بشكرهم من هنا وبشكر اولياء امورهم وبشكر كل من طبعا المدربين والجهاز كله مع اصغر عامل على حمام السباحه. والله يعني الناس دي كلها بتتعب عشان نوصل للنتيجه دي. النتيجه صعبه ومرهقه، لعبه البليه لعبه صعبه صحيح. والانديه اللي بتنافسنا انديه كبيره جدا، واللي زاد كمان ان الانديه الخاصه زي انديه زي نادي سوديك وبالم هيلز ونيو جيزه، كل الانديه بقت الموضوع اللعبه دي لعبه قويه جدا عندهم. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجهاز من عمرو وكابتن عمرو ممدوح وكابتن لمياء مختار وكابتن انجي، انا مش عايز انسى حد، كل الناس تعبت جدا لغايه ما وصلوا النتيجة دي. انا بشكرهم وبشكر البنات الابطال اللي عندك، وان شاء الله بمشيئه الله احنا ما بنقفش عن كده، ان شاء الله بنوعد الناس البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله تبقى في كلاب النادي الاهلي. كابتن وائل، دايما حضرتك بتحرص جوه حمام السباحه او جوه عيله العاب الماء ان يبقى في روح العيله الواحده، دايما بحسش البنات او السباحين اللي بيقولي ان هم يعني لا بيتكلموا ان احنا اسره واحده، ان احنا عيله واحده، ان احنا كلنا بنشارك هدف واحد، قادر تحقق ده ازاي مع النهارده انت عندك 3 فروع يمكن الفرع الرابع كمان في نشاط في السباحه، بتقدر تعمل ازاي ده يا كابتن وازاي تقدر تراقب كل النشاطات دي في وقت واحد؟ والله هو مجهود طبعا الحمد لله ربنا بيقدرنا ان احنا نتابعه، بس يعني انت زي ما حضرتك عارف انا يعني ايد الواحد وحدها ما بتقفش، انا بشتغل مع المنظومه كلها، الناس كلها احنا ترس داير، كل الناس شغاله، كل الناس بتبقى خايفه على النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وعلى الـ 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 النجاحات اللي فاتت فلازم نكملها. احنا لسه كنت حتى البنات انا قابلتهم كان عندي اجتماع معاهم في اهل الجزيره، قلت لهم اهم حاجه ان احنا نحب بعض ونعمل طول ما احنا بنحب بعض وبنخاف على بعض في الميه وبره الميه النتيجه كده كده ربنا هيكرمنا بيها، لان هم تعبوا. نعم. ده مجهودهم وانا بشكرهم تاني بقول لحضرتك وان شاء الله بمشيئه الله نفسنا مره تيجي تنورنا بقى ان شاء الله هيحصل يا كابتن اللي جايه دي باذن الله مع الطقم الجميل اللي مع حضرتك كلهم ان شاء الله، لان انتوا برضو تعبانين احنا بنشكركم برضو احنا، لان انتوا بتبعتكم لينا هي ده حافز واستقبالك للبنات ده حافز ليهم ان شاء الله يبقوا عندك على طول ان شاء الله يا كابتن. طب قول لي بقى فرصه وحدك معايا ايه ابرز المنافسات عندك اليومين الجايين؟ يعني ايه انا عندي خميس وجمعه، واحنا الحمد لله في الكره الميه الدوري احنا الاول، الخميس ان شاء الله هنبدا البلاي اوف، خميس جمعه سبت الاسبوع اللي بعده وان شاء الله يكون الدوري خلصان، احنا اول، نادي الجزيره الثاني، نادي هليوبوليس الثالث، نادي سبورتنج الرابع ما شاء الله، هنلعب كل اسبوع ماتش، عندنا بطوله الجمهوريه للسباحه هتبدا من فوق 16 سنه لغايه العمومي، احنا المرحله اللي فاتت من اول 10 سنين لغايه 14 سنه طلعنا الاول فيها الحمد لله ما شاء الله. عندنا بطوله الغط جايه، عندنا بطوله الماسترز هتبدا ان شاء الله، انت عارف حضرتك جهاز السباحه جهاز كبير قوي طبعا طبعا، احنا زي ما بقول كده البطولات ما بتهمتش او ما بتخلص، فاحنا اهو متابعه ان شاء الله وربنا يكرمنا وان شاء الله نزود دولاب النادي الاهلي من البطولات على ايد الابطال اللي عندنا في النادي. انت قدها ودود يا كابتن وائل وكل الجهاز المعاون ليك وكل المدربين والولادك اللاعبين والبنات، بشكرك يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب النادي بالنادي الاهلي، والحقيقه بشكرك يعني شكر كبير واتمنى ليك التوفيق كمان في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. بنشكر حضرتك وبنشكر كل الناس وانا عايز اقول حاجه، اتفضل يعني يا كابتن. برضو انا مش عايز انسى يعني الله يرحمه معالي الوزير عمرو فاروق، انا كان شخص عزيز عليا وانا من هنا يعني بوصل حضرتك تعازينا وان شاء الله بمشيئه الله يكون في مكان احسن ان شاء الله
وربنا يكرمنا ان شاء الله زي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن، ويعني لبسه وفاء يعني منك لمعالي الوزير، وانا عارف قد ايه هو كان يعني قريب من حضرتك وكنت اصدقاء قبل ما تبقوا زملاء جوه النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن، وده مش غريب عليك يا كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا.